ازيك يا شمسين؟ انا محمد ياسر. اتمنى ان تكونوا كلكم كويسين. النهارده هشرح لكم design of welded joints. روح نشوف مع بعض شويه solved examples في الاخر. ال outline بتاعنا النهارده هنبتدي شرح بسيط كده في الاول على ال butt welds stresses اللي عليها. بعد كده هنشتغل معظم شغلنا على ال fillet welds. بالنسبه لل fillet welds عايزين نعرف ال weld symbols بتاعتها، الأنواع ال stresses اللي عليها، ال strength بتاع ال weld joints تقدر تستحملها، ونشوف في الآخر ال solved examples. نبدأ بالنوع الأولاني من اللحامات اللي هو اسمه ال butt weld. تعريف بسيط ليه هو إن أنا لو جبت plate و plate تاني حطيت نهاية واحدة في بداية التانية والاتنين parallel لبعض وعملت خط الحام ما بينهم، ده يبقى اسمه ساعتها butt weld. لو انا عايز اعرف الستريسز اللي على الولد، نبدأ الاول الحالة الاولى لو هي متعرضة لتنسايل لودينج. لو عرضت الولد لتنسايل لودينج هيبقى فورس على اريا. بكل بساطة فورس هي الاف اللي بشد بيها مقسوم على الاريا بتاعت اللحام. السؤال بقى انهي اريا اللي هستخدمها؟ هي الاريا العمودية على الفورس، فبالتالي هتكون اللي هو الطول ال L مضروبة في الارتفاع H. الارتفاع في اللحام في اللي هو بالذات في البات ويلد هو اسمه ثروت. حاجة كمان أخيرة، الارتفاع هو الثروت بس، الحتة اللي فوق الزيادة اللي هو لو موجودة دي ال reinforcement مش بتزود ال area، دي مجرد reinforcement. بالنسبة للكيس التانية لللودز اللي ممكن تحط على البات ويلد، ممكن تبقى متعرضة لشير، فساعتها الشير ستريس هيبقى الشير فورس مقسوم على الشيرد اريا. الشيرد اريا هنا برضو هو طول الويلد لاين L مضروب في اللي هو الثروت اللي هو ال H نفس، فهي هنا التنشن اريا هي الشيرد اريا. بالنسبة للنوع التاني من اللحام اسمه فيلت ويلد، ده لو انا عايز الحم مثلا اتنين بليتس بيربنديكولر لبعض، عايز الحم مثلا سيلندر في البيز بتاعها، الحم سيلندر في الحيطة، عايز مثلا احط اتنين بليتس بس فوق بعض مش جنب بعض. لو كانوا جنب بعض كنت هعمل بات ويلد، انما لو واحد فوق التاني هبقى ساعتها هحتاج اعمل فيلت ويلد. فهنا بقى في حاجة محتاج أعرفها اللي هو الأرو اللي بيتحط. أنا مشاور على حتة معينة مكتوب رقم اللي هو أنا مديله سيمبل H دلوقتي، وبعدين علامة مثلث. علامة المثلث دي أول حاجة معناها إن اللحام اللي هيتعمل ده اسمه فيلت ويلد. ال H دي حاجة اللي هنا بالنسبة لنا اسمها leg size، ده اللي هو كدايمنشن هو هلحم قد ايه. وكمان طالما مش مفيش اي حاجة سبيسيفيك متحددة، دايما اللحام بيكون على زاوية 45 درجة. في حاجة مهمة عايز اوضحها قبل ما نبدأ نشرح العلامات. اللحام لما بيترسم في اللوح الهندسية بيترسم بسهم وعليه شوية رموز. ما ينفعش نيجي عند مكان اللحام ونرسم مثلث ونسوده ونكتب عليه مقاسات عادية، لا، اللحام لازم يترسم بسهم عليه شوية رموز، والرموز دي بنفهم منها شكل اللحام ومقاس اللحام والمكان بتاعه. وانا هحاول اشرح لكم واوضح لكم الفرق ما بين الرموز دي. فبالتالي الصورة اللي على الشمال هي اللي هتكون موجودة في لوحة هندسية، الصورة اللي على اليمين ده اللي هو بيكون شكلها واقعيا في الحياة، بس ده مش معناه ان احنا بنرسم اللي على الشمال. هي مرسومة دلوقتي عشان اللي هو للشرح بس عشان انتوا تفهموها. فأول حاجة زي ما وضحنا، لو انا شاورت عند مكان ورسمت مثلث على السهم، يبقى ده أول حاجة عرفت ان هو فيلت ويلد. كتبت رقم 5 بنا عرفت ان الليك سايز بيساوي 5 ملي. بس دلوقتي المثلث لو اترسم فوق يبقى انا هلحم مكان ما السهم مشاور، فبالتالي انا هعمل
فيلت ويلد الليج سايز بتاعه 5 مللي مكان ما السهم مشاور عندي. العكس عن السلايد اللي فات، لو المثلث اترسم تحت وكتبت رقم جنب المثلث، ده معناه ان انا عايز اعمل فيلت ويلد الليج سايز بتاعه 5 مليمتر، بس انا عايز الحم الناحية للناحية التانية اللي هو الناحية التانية اللي شبه الناحية اللي انا مشاور فيها اللي احنا بنسميها other side. الحالة الثالثة ان انا لو حطيت مثلثين فوق وتحت وكتبت رقم، ده معناه ان انا عايز اعمل فيلت ويلد لليج سايز 5 مليمتر بس عايز الحم في الناحيتين، فبالتالي هلاقي مثلثين مرسومين. اخر حاجة بالنسبة لعلامات اللحام، لو انا عندي مثلث مكتوب رقم جنبه وجيت عند الزاوية بتاعة السهم ورسمت دايرة عندها، وده معناه ان اللحام داير ما يدور. فانا لو عندي اسطوانة سند على لوح مستوي وعملت علامة اللحام دي، يبقى ده معناه ان اللحام داير ما يدور على المحيط المدور. حاجة مهمة بالنسبة للعلامة دي بالذات، ان دي مش لازم يكون اللحام اللي بيتعمل عليها يكون اللي بيتعمل لاسطوانة مدورة، ممكن لأي شكل تاني. ممكن أجيب أشيل الأسطوانة دي وكنت أحط مكانها عمود ليه مثلا مقطع مربع أو مقطع مستطيل مقطع مثلث أي شكل، وعملت عليه عملت عند اللي هي الوصلة اللي ما بينهم علامة اللحام دي مثلث ليه رقم معين وليه دايرة، وأنا همشي على المحيط بتاع الشكل ده وأحط لحام فيه، يبقى انا دي يبقى دي معناها ان انا بمشي على المحيط، كل الجناب اللي ممكن الحمها هلحمها. دلوقتي محتاجين نعرف ازاي نعمل ديزاين لويلد جوينت بالذات لفيلت ويلد. عشان نعرف نعمل كده محتاجين نعرف المكان اللي بيحصل فيه الماكسيمم ستريسز. الماكسيمم ستريسز بتحصل في الثروت اللي هو ريبريزنتد هنا بالخط الاحمر الصغير ده، الستريسز along الخط ده، بس بين الرسمة دي 2D هو ليها بعد تالت، فالستريسز اللي على البلين ده هي اللي بتكون ماكسيمم. فاحنا عشان نعرف اللي هو الدايمنشن بتاع الثروت ده الطول ده قد ايه، احنا عارفين الليج سايز اللي احنا قلنا انها h، فهي بالنسبة لنا الثروت هي h في كوزاين 45 اللي هي في الاخر بتبقى simplified انها 0.707h. دي كانت مقدمة سريعة يعني عشان تبقوا فاهمين السيمبلز والريبريزنتيشن فبالتالي لما تشوفوا السؤال على الأقل تبقوا فاهمين الجيفنز اللي عندكم وإن شاء الله تعرفوا تحلوا. دلوقتي احنا عايزين نعرف ازاي هنحل سؤال أو هنعمل ديزاين لويلد جوينت ازاي. أول حاجة لازم أكون عارف الويلد لاي أوت، الشكل اللحام اتلحم ازاي، فبالتالي أنا لازم أكون فاهم السيمبل المحطوط على اللحام، وبالتالي لازم اعرف الدايمنشنز. الدايمنشن اللي هي الجيومتري الميجر جيومتري المحطوطه في الرسمه بتاعه السؤال، وكمان الدايمنشنز المحطوطه على الويلد سيمبل محطوطه على السهم. لازم اكون عارف برضو الفورسز فين واتجاهها ازاي، المومنتس فين واتجاهها ازاي، ومن الفورسز والمومنتس دي لازم اعرف احسب بقى بالتالي البرايمري والسكندري شير، هنعرف يعني ايه هما دول بالظبط بقى كمان شويه. كمان لما نعرف الستريسز الابلايد على الولد لازم نعرف طب هي تقدر تستحمل قد ايه، نعرف السترينث بتاعت الولد او الالاوبل ستريسز اللي الولد تقدر تستحملها. كده يبقى الموضوع كامل بالنسبه لنا. اول حاجه الولد لاي اوت هو بيكون شكل من الاشكال دي او اشكال تانية مختلفه موجوده في التيبلز اللي انا كاتبها تحت دي، بس هو في يعني لما نفهم السهم المحطوط على الرسمة، وبالتالي السهم ده هيترجم لنا اللي هو خط اللحام في أي شكل، هل هو عامل شكل سي ولا هو خطين بارلل لبعض ولا هو عامل صندوق ولا عامل دايرة، ممكن يكون عامل أي حاجة من دول. الجدول ده هيكون حاطط لي شوية حاطط لي اللي هي الدايمنشنز بتاعته، مثلا لو أول واحد على الشمال اللي هو السي ده عندي البي والدي، هيكون معرف لي السنترويد بتاعه فين، اكس بار واي بار،
ومعرف ليش اللي هي الجم البروبرتيز بتاعت اللحام دي. البروبرتيز دي اللي انا هقدر احسب بيها اللي هو الستريسز بكام. فاول حاجة ايه الخطوات اللي انا همشي عليها؟ انا لو عندي مثلا فورس، لازم الفورس تتنقل للسنترويد او السنتر بتاع الولد لاي اوت اللي هي في اسمها بوينت جي في الجداول دي. فانا لما الفورس دي تتنقل، هتبقى حاجة من 3 حاجات او حاجتين، او ممكن تكون حاجة واحدة بس. يا اما الفورس هتتنقل تبقى زي ما هي بالظبط، تبقى شير فورس بس، وممكن تتنقل تبقى شير فورس وتعمل تورك، وممكن تتنقل تبقى شير فورس وتعمل بندنج مومنت، تبقى حاجة من الحاجات دي. بس تاني، كل احنا دلوقتي بنعمل ديزاين للولد. انا لو عايز لو في حاجة هتعمل تورك، انا عايز تعرف تعمل تورك على الولد. انا مش فارق معايا دلوقتي البيز ميتال ايه اللي بيحصل له، اللي هو الجزئين اللي بيتلحموا في بعض، انا مش عايز اصممهم، انا عايز اصمم الوصلة اللي ما بينهم، وصلة اللحام اللي ما بينهم. فالتورك اللي على اللحام، بندنج مومنت اللي على اللحام، الشير فورس اللي على اللحام برضو. اول كيس هندرسها هي على كانتليفر بيم محطوط في نهايته فورس اف رأسية، وجيت شاورت على حتة معينة اللي هو مكان ما هو لامس الحيطة، وحطيت علامة اللحام الموجودة دي، محطوط مثلث فوق ومثلث زي تحت. ده معناه ان انا هلحم في الناحية اللي مشاور عليها والناحية اللي قصادها التانية الـ other side. ده اول حاجة عايزين نفهم شكل اللحام والشكل البيم اللي موجود قدامي. تاني حاجة، انا عايز انقل الفورس للسنترويد بتاع اللحام، فانا احتاج اعرف فين السنترويد اللحام. ده نوعا ما شكل بسيط، فانا عارف ان السنترويد بتاع اللحام هيكون في النص، نص مسافة B نص مسافة D. بس اللي مش متأكد يفتح يشوف في الجدول، يعني في اشكال تانية معقدة مش مطالبين ان انتوا تحفظوا اماكن بوينت جي. طيب انا هنقل الفورس لنقطة جي، يبقى الفورس هتتنقل زي ما هي، الشير فورس اللي اسمها في هتبقى اف. بس بعد كده المومنت اللي هتنقل ده نوعه تورك. انا تاني انا بدرس اللحام، مش بدرس ايه اللي بيحصل للكانتليفر بيم. الفورس بتعمل بيندنج مومنت على الكانتليفر بيم، وانا عارف انتوا كلكم متأكدين من النقطة دي. بس الفورس دي بتعمل تورك على اللحام، هقول لكم ليه. لو انا جيت على النقطة اللي هي اللي هنا في الاخر خالص دي، بعد ما احمل بفورس اف النقطة دي عايزة تيجي كده شوية. لو انا جيت عند النقطة اللي هنا دي عايزة تيجي هنا كده شوية، كل نقطة في اي حتة في اللحام هتيجي كده شوية. فده معناه ان اللحام عايز يتعصر، اللحام عايز يلف، كل نقطة عايزة ترحل تيجي مكان النقطة اللي جنبها شوية. ده مش م... إنما لو كان اللحام عليه تاني ما كانش هيبقى بيتصرف بالطريقة دي. أنا دلوقتي النقط كلها عايزة تلف مع الحمل، فالحمل اللي هو التورك دلوقتي، التورك بيعصر اللحام مش بيتنيه. لو كان بيتنيه هنشوف في حالة تانية ايه اللي هو هيعمل ايه في اللحام، بس دلوقتي كل النقط عايزة تلف مع الحمل. فبالتالي التورك هيبقى الفورس مضروب في المسافة بين الفورس ونقطة جي اللي هي هتساوي ال زائد بي على 2. بعد ما عرفنا ننقل الفورس لنقطة جي، وحسبت قيمة الشير فورس والتورك اللي بيأثر على اللحام، عايز احسب الستريسز. فانا اول نوع ستريس عندي هو تاو داش البرايمري شير، بيساوي فورس الشير فورس على الاريا. انهي اريا هنعرفها في الجدول، الاريا اللي مرتبطة بشكل اللحام ده. تاني نوع ستريس اللي هو اسمه سكندري شير، تاو دبل داش دي شرطتين بيساوي تي في ار على جي. الجي بتساوي 0.707 H في جي يو. الاتش ده هو الليج سايز
الرقم اللي بيتكتب على السيمبل بتاع اللحام، والجي يو ده برضو عامل زي الاريا بيتجاب من الجدول. انتوا مش مفيش حد بيحفظ الاريا ولا بيحفظ الجي يو بتوع اللحام. زي ما قلنا الـ A هي الـ area، أو هنا بالذات احنا بندرس الـ stresses على الـ throat، فهي الـ throat area. JU ده اللي هو الـ unit second polar moment of area، مش مهم الاسم، بس هو في الآخر بيتجاب من الجدول. الـ A بيتجاب من الجدول والـ JU بيتجاب من الجدول. الـ R بقى اللي هو في معادلة الـ secondary shear، هي المسافة من النقطة G لحد النقطة اللي أنا عايز أحلل عندها الستريسز، اللي هي الخط المستقيم من نقطة G لحد النقطة اللي بدرسها. ده ما بيتجابش من الجدول، ده محتاج يتجاب من الجيومتري بتاعة السؤال، فده اللي محتاج هنتعب فيه شوية عشان نحسبه. طيب إيه هي الـ directions بتاعة الشير؟ أول حاجة الـ primary shear بيكون دايما واخد اتجاه الـ shear force V. فأنا في أي نقطة في أي حتة على اللحام لو أنا درستها، هلاقي إن الماجنتيود بتاع الشير ستريس فورس عبارة عن فورس على أريا، ودي هتكون قيمة ثابتة، والدايركشن هيكون دايما لتحت. فلتحت عشان إن الشير فورس لتحت. فده بالنسبة للبرايمري شير. بالنسبة للسكندري شير كان عندنا اللي هي الفورس اف، فبالتالي انا عندي اللي هو التورك في اتجاه الكلوك وايز. فانا لو عند اي نقطة رسمت ار اللي هو المسافة بين السنتر للبوينت اللي بدرس عندها، هيبقى الشير السكندري شير هيكون عمودي على الار ده، عمودي على الار وبيكون في اتجاه التورك. ففي الحالة دي هيكون زي السهم المرسوم قدامنا، كي هيكون عمودي على الار وفي اتجاه التورك. انا دلوقتي عندي نوعين شير ستريسز، برايمري شير وسكندري شير، والاتنين واقعين في نفس البلين، والاتنين في نفس السطح. فانا لو عايز اعرف الريزلتنت ستريس بكام او الريزلتنت شير، لازم اجمعهم على بعض. نجمع هنا ان انا هجمعهم فيكتوريالي، فيكتور سم، ما ينفعش اجمع ماجنيتيود مع ماجنيتيود. فالفيكتور سم هنا هيكون بالمعادلة اللي قدامكم دي. المعادلة دي لو حد فاكر جيومتري يعني بتاعت مدرسة، دي كان اسمها الكوزاين رول. مش مهم، هي معادلة ثابتة ومش مطالبين تحفظوها. الحاجة الوحيدة الجديدة اللي في المعادلة بالنسبة لكم لغاية دلوقتي هي الزاوية اللي اسمها ثيتا. ثيتا دي هي الزاوية ما بين البرايمري شير والسكندري شير. هتتجاب ازاي؟ بتتجاب بالجيومتري، مش يعني ملهاش قانون ملهاش قاعدة، هي بتتجاب بالجيومتري مرتبطة باللاي اوت بتاعة اللحام. بالنسبة لكيس اتنين، لو انا عندي فورس بتأثر على كانتليفر بيم، والكانتليفر بيم برضو هلحمها في الحيطة، بس الاختلاف دلوقتي هو انا ركبت الكانتليفر بيم ازاي على الحيطة. فانا دلوقتي عملت لحام مثلثين وليه مقاس H، ده معناه ان انا هلحم فوق وتحت، فيبقى شكل اللحام هي الرسمة اللي على اليمين. الاختلاف دلوقتي ان الفورس F لما اجي انقلها على البوينت جي اللي هو المركز بتاع اللحام، هتتنقل فورس ومومنت، بس المومنت ده بيندنج مومنت مش تورك، عشان دلوقتي الفورس بتحاول تخلع اللحام اللي هو في النقطة اللي فوق، وعمالة بتضغط اللحام اللي في النقطة اللي تحت. دلوقتي الفورس ما بقتش بتلفف اللحام، مش بتعصر اللحام، مش بتخلي كل نقطة ترحل للنقطة اللي جنبها. دلوقتي الفورس بتحاول تخلع النقط اللي فوق وبتضغط النقط اللي تحت، فبالتالي المومنت اللي على اللحام دلوقتي ده بيندنج مومنت. فبالتالي الفورس هنقلها للمركز هتعمل لي شير فورس، فالفي بتساوي الاف، وهتعمل لي بيندنج مومنت على اللحام. فالاتنين
لو هنقل الفورس للمركز هتبقى هتعمل مومنت اف في ال. بعد ما عرفت انقل الفورس للنقطة جي عايز دلوقتي احسب الستريسز. انا عندي نوعين ستريسز، عندي primary shear هو تاو داش هيساوي الشير فورس على الاريا، هو نفس القانون بتاع الكيس اللي فاتت. اللي هيختلف هو ان دلوقتي عندي normal stress سيجما بتساوي الام في سي على اي. الاي هي 0.707 h مضروبة في iu، ال h هي ال leg size وال iu ده هو زيه زي الاريا هيتجاب من الجدول. تاني ال a هي ال throat area، ال iu ده unit second moment of area. الاتنين الاولانيين دول ال a وال iu دول مش ما بيتحفظوش وبيتجابوا من الجدول على طول. الاخراني ال c هي المسافة العمودية ما بين ال neutral axis لحد النقطة اللي انا بدرس عندها ال stress، اللي هو قانون البندنج مومنت العادي اللي انتوا هتكونوا غالبا عارفين. بعد ما بحسب ال تاو داش اللي هو البرايمري شير وحسبت السيجما، عايز دلوقتي احسب الريزلتانت شير، عايز احسب الستريس الناتج للاتنين. فانا هستخدم قانون الستريس ترانسفورميشن او اللي هي الطريقة بتاعت مور سيركل عشان اجيب تاو اللي هو الريزلتانت شير عشان اعرف اقارنه بالالاوبل بتاع الماتيريال. نشوف اول سؤال هنحله مع بعض. اداني عمود متعرض بفورس اف ملحوم بالرمز المحطوط ده، مثلث محطوط عليه رقم h وعليه دايرة، واداني المعلومات دي. المسافة دي بتساوي 60 ملي، المسافة بي بتساوي 65 ملي، ال h بتساوي 6 مليمتر، وبيقول لي الالاوبل شير للحام ممكن يستحمله 100 ملي. فبالتالي دلوقتي المجهول بتاعي هو F. ايه اكبر فورس ممكن احطها اللي اللحام يقدر يستحملها؟ دلوقتي انا عايز اعرف طب هو اللحام شكله ايه. اول حاجة مثلث معناه ان اللحام فيلت ويلد. ال H عندي ما يبقى leg size H بتساوي 6 ملي. دايرة يبقى انا هلحم داير ما يدور. طب داير ما يدور او على الشكل زي ده، يبقى انا هلحم البعد الاولاني ده، البعد التاني ده، وبعدين البعد التالت ده. دي التلات اماكن اللي ممكن الحم فيها. ما عنديش البعد الرابع، لو انا حطيت اللي هو لوحين فوق بعض يبقى انا عندي ثلاث خطوط ممكن الحمهم بس. فدلوقتي انا عايز اعرف ايه اكبر حمل ممكن احطه قبل ما اللحام يحصل له فيلير. فانا لما اجي انقل الفورس للسنترويد بتاعة اللحام هلاقي انها الفورس نفسها بتعدي بالسنترويد، فمفيش اي مومنت ولا تورك ولا اي حاجة تانية، ففورس معدية في السنترويد خلاص. يبقى انا ما عنديش سكندري شير ومش محتاج اجيب غير اللي هي الثروت اريا من اي جدول. مثلا انا فتحت تيبل 9.1 ده، جبت ان الثروت اريا بتاعت الجيومتري دي بتساوي المعادله دي وطلعت الرقم ده، والشير فورس دلوقتي ال V هي ال F. خلاص الحاله دي هي الحاله البسيطه اللي في الاول خالص. فبما ان انا ما عنديش secondary shear فالresultant shear stress هو primary shear stress على طول. فورس على area هساويه بالallowable shear stress. من هنا قدرت اطلع الرقم ده على طول 80.6 كيلو نيوتن. بالنسبة للكيس التانية الفورس ما بقتش بتعدي بالسنترويد، هو السؤال هو بنفس الارقام بنفس الابعاد بس الدايركشن بتاع الفورس اتغير، فغير لي كل حاجة.
لو هو نفس الويلد لاي اوت، يعني انا اللحام عندي عامل حرف سي، بس الفورس دي اختلفت بقى. دلوقتي الفورس دي هتعمل لي شير فورس، وهتعمل لي دلوقتي اللي هو تورك. دلوقتي انا بدرس اللحام، فدلوقتي الفورس هتعمل تورك على اللحام. فانا لو هفتح الجدول زي المرة اللي فاتت، هطلع الثروت اريا واحسبها. وبما ان انا دلوقتي عايز احسب حاجات مرتبطة بالتورك والتورشن، فانا محتاج اعرف برضو الاكس بار والواي بار، هنعرفها دلوقتي على طول. ليه؟ برضو دول موجودين في الجدول، انا مش حافظهم ومش هحفظهم، يعني دول موجودين في الجدول واقدر احسبهم بالجيومتري الموجودة عندي. وبرضو من الجدول هطلع الجي يو، معادلة كبيرة هقعد فيها زي ما هي كده، هحسب رقم هو هيديني جي يو، ومنه هحسب الجي اللي هو هيبقى 0.707 H مضروب في الجي يو اللي انا لسه حاسبه. فانا دلوقتي بحضر الارقام اللي هحتاجها للسؤال. دلوقتي انا حسبت ال A ال throat area وال J ال second polar amount of area. فبالنسبة للقانون ال primary shear، هو كان عبارة عن فور اللي هو الشير فورس على ال area. الماجنتيود وال direction بتاعه ثابت في أي نقطة، فانا مش فارق انا هدرس البرايمري شير ستريس فين. المشكله هتبقى في السكندري شير ستريس. السكندري شير ستريس كان القانون بتاعه تي في ار على جي، فانا الار هتعتمد ما بين انا بدرس انهي نقطه على الويلد لاين. فانا في مشكله دلوقتي، انا مش عارف ادرس انهي نقطه، انهي نقطة اللي هتديني maximum resultant shear stress. انا مش فارق معايا الماكسيمم primary shear stress بكام، ولا maximum secondary shear stress بكام، انا عايز الماكسيمم resultant shear stress. فطالما انا بتكلم على resultant shear stress، يبقى انا كمان لازم احط في اعتباري الزاوية اللي اسمها theta. افكركم theta دي كانت هي الزاوية ما بين primary shear stress والسكندري شير ستريس. فدلوقتي انا مش عارف ادرس انهي نقطه اللي هتديني ماكسيمم ريزلتنت شير ستريس، فلازم ابص على الشكل واحاول احلله. من الجيومتري انا شايف ان في سيمتري ما بين النقطه اللي فوق والنقطه اللي تحت، فانا مش هدرس اربع نقط، انا هدرس نقطتين بس. كمان انا النقط انا خدت الاربع اركان البعيده عشان هي اللي هتديني اكبر راديوس، اكبر ار. انا ما درستش نقطه في النص مثلا، انا درست كل النقط اللي في الاركان. طيب ما هي ممكن تكون النقطه اللي على اليمين اللي انا مسميها واحد، او النقطه اللي على الشمال اللي انا مسميها اتنين. طيب هعرف منين؟ ما اقدرش اعرف، عشان دلوقتي انا عندي اتنين variables، عندي R هنا، دي R مختلف عن R دي خالص. دلوقتي عندي ثيتا، الزاوية ثيتا دي مختلفة عن ثيتا دي، فأنا ما أقدرش بالنظر أو by sense أقدر أقول الماكسيمم ريزلتنت هيحصل على اليمين ولا هيحصل على الشمال. فدي محتاجة إن أنا أطبق عند الحالتين وبالتالي أعرف هو هيحصل هنا ولا هنا. وبرضو ريكول الاتجاهات، كان عندي شير فورس لتحت، فالتاو داش دايما لتحت. كان عندي تورك كلوك وايز في الاتجاه ده كده، فكل اللي هو السكندري شير بيلف مع اتجاه السهم بتاع التورك، بس كل واحد هيكون perpendicular للراديوس بتاعه. ده perpendicular لR1، ده برضه perpendicular ل R1 عشان هو هو، ده perpendicular ل R2، ده perpendicular برضه ل R2. اوكي، فبالتالي انا محتاج احسب ال radii الارات
محتاج احسب الثيتات من الجيومتري. لو انتوا قفلتوا مثلث هتلاقوا ان R1 لو هو اللي هو الهايبوتنس بتاع المثلث، الفيرتيكال كان هو الواي بار، الهوريزونتال كان بي ماينس اكس بار. دي الجيومتري بسيطة بتاعت السؤال اللي قدرنا نعرف منها المعلومة دي. فبالنسبة لي R1 هيبقى بايثاغورس، أولين بعد الأولاني سكوير زائد التاني سكوير تحت السكوير روت، طلع لي الرقم ده. الزاوية هي ثيتا 1 بالجيومتري هتطلع تان انفرس واي على بي ماينس اكس بار. المثلث التاني اللي هو منه هعرف ار 2 وثيتا 2 كان اسخف شوية، ان انا محتاج اجيب زاوية اللي في المثلث اللي هي انا سميتها الفا 2، ده مش حاجة ستاندرد، ده انا مسميها اي حاجة. ومن الفا 2 عرفت احسب منها ثيتا 2، بس كل دي المفروض انها جيومتري بسيطة يعني، دي مش يعني اتمنى ان ما تكونش هي دي مشكلتكم في السؤال يعني. فانا هرجع بقى للفوق احسب الشير فورس والتورك، بس انا بما ان انا الفورس ما اعرفهاش، الفورس هي دي اللي انا عايز اطلع منها في السؤال، فانا كل حاجة هتبقى فانكشن في اف، فورس بتساوي اف، التورك هيبقى الفورس مضروبة في سي زائد بي ناقص اكس بار، عشان انا بنقل الفورس للسنترويد، فالمسافة دي هتطلع 142.76 في اف. دلوقتي انا هحتاج اقسم السؤال اتنين، انا مش عارف الماكسيمم ريزلتنت شير ستريس هيحصل عند بوينت 1 ولا 2، فبالتالي انا هحسب عند النقطتين. اول حاجة احسب البرايمري شير ستريس بيساوي الشير فورس على الثروت اريا، فهيبقى بالرقم رقم مضروب في اف اللي هو 0.00124، وراح يكون نفسه هو هو الرقم في عند بوينت 1 عند بوينت 2. الشير البرايمري شير ستريس ما بيختلفش على حسب البوزيشن، اللي هيختلف على حسب البوزيشن هو السكندري شير ستريس تي في R1 على J. التي والجي هو هيكون هو نفس الرقم بالنسبة ل point 1 و point 2، اللي هيختلف هي ال R. point 1 عندها R1، point 2 عندها R2 مختلف. فهنا هيطلع لي ان ال secondary shear stress اكبر عند point 1 واقل عند point 2، بس still انا محتاج اعرف عشان اقرر مين من ال point اللي هيحصل عندها ال maximum resultant shear stress، لازم اطبق بال معادلة ال resultant، لازم أجمع الاتنين stresses vectorially، فالثيتا هتفرق معانا في على طول دلوقتي حالا. أنا حسبت ثيتا 1 وثيتا 2 وتاو داش، تاو 1 دبل داش، تاو 2 دبل داش، فأقدر أحسب maximum resultant shear stress عند point 1 وأقدر أحسب maximum resultant shear stress عند point 2. هيطلع لي إن point 1 اللي هي more critical عشان هتطلع لي رقم أكبر 0.008F بالنسبة ل 0.004F. فأنا لو هصمم لازم أصمم في اعتباري إن point عند point 1، point 1 هي ال critical point اللي أول point هيحصل عندها failure. فبالنسبة لي أنا عرفت ال shear stress عند point 1 بكام، هقدر أساويه بال allowable stress وطلع الماكسيمم فورس. كده انا خلصت، هبقى مستني اسئلتكم بعد ما تتفرجوا على المحاضرة اللذيذة دي. شكرا.